اجتمع مجموعة من الشباب المثقف الفنانون في مدينة جرابلس ومن الكتاب ونخبة من المثقفين وأسسوا منتدى آفاق الحرية. بدأنا في مقر اتحاد شبيبة الثورة سابقا وحولناه إلى منتدى آفاق الحرية، ولكن للأسف أجبرنا على الخروج منه يتحول إلى ثكنة عسكرية. لمن؟ للجيش الحر. من أول شعار انطلق بالثورة السورية هي الحرية، كلمة حرية. فالحرية تعني حرية الرأي، حرية الإبداع، حرية كافة صعد الحياة. بدأ مجموعة من الشباب الفنانين المشتركين في جرابلس برسوم تجارية على جدران تعبر عن الثورة وقيم الثورة وتظهر الجانب الحضاري للثورة السورية. وهناك أيضا بعض الأنشطة الأدبية من خلال الندوات، من خلال الأمسيات الشعرية، ومن خلال أيضا المعارض الفنية، لأنها ثورة قامت ضد الظلم والفساد. فنحن هنا نريد احترام المواطن، احترام الآخر، الإخلاص، التفاني بالعمل، الثقة بالله، عزة والكرامة، وإلى آخره من هذه القيم التي يطمح إليها الشعب السوري، وإن شاء الله تتحقق بإذن الله. نجتمع في المنازل، في البيوت، يعني في الهواء الطلق. هذا المقر يعني اللي مطل على منطقة جرابلس هو منطقة حلو ورومانسي، ولكن لا يفي بالغرض مستقبلا. طبعا نحن بالفلا حاليا، مثل ما انك شايف في منطقة مرتفعة على مشارف جرابلس، وطبعا ان شاء الله ما يكون دائم، ان شاء الله يكون مؤقت. البلد هي أمنا وأبونا وأرضنا وعرضنا. يعني الإنسان حتى إذا ما ظل له بلد، ما ظل له لا كرامة ولا ظل له حتى الحياة تنفقد. أنا برأيي حرية للأبد غصباً عنك يا أسد، حرية للأبد غصباً عنك يا أسد، حرية للأبد غصباً عنك.